يا صباح الزمالك، صباح الفل والخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الزمالك في كل مكان. حلقه جديده من نهارك ابيض، حلقه يوم الثلاث 23 يوليو 2024، ونهار ابيض ان شاء الله يبقى سعيد على كل جماهيرنا في كل مكان. ان شاء الله النهارده في فقره سهم وكوس، والجزء الاخير من حلقتنا هيكون في ضيافتنا كابتن دريه نادر مدربه اللياقه البدنيه، في حوار مختلف عن هذا المجال وازاي دخلت المجال وازاي كمان بتفيد الناس بيه. استنوها ان شاء الله في الجزء الاخير مع زميلتي نادين اللي بقول لها صباح الفل ونهارك ابيض. صباح الفل عليك يا خالد، نهارك ابيض، وصباح الفل على كل مشاهدينا الكرام على قناه نادي الزمالك في كل مكان في العالم. الحقيقه كده، بما ان النهارده هنتكلم عن العنصر البدني وهيكون في ضيافتنا برضو بنت مدربه لياقه بدنيه، فدي فرصة برضو يا خالد ان احنا نسلط كده الضوء على فكرة ان يعني ايه مدير فني يبقى فاهم كويس قوي في الجزئية دي، وعارف الجزئية دي، وعارف ازاي يوفقها في فرقته وفي لعبته بشكل كويس جدا. يعني مستر خوسيه جوميز مدرب نادي الزمالك، الراجل اللي بدأ في مهنة التدريب في بداية العشرينات من عمره، واشتغل من عام 1998 حتى عام 2003 كمدرب لياقة في نادي جالف سانتي ونادي بنفيكا. هو راجل متخصص في المجال ده، وبالتالي هو اكيد فاهم كويس قوي يعني ايه سياسه اراحه اللعيبه سلبيا قبل اعدادهم لمنافسات موسم جديد. ده اللي كنا بنتكلم عنه، وده اللي قلنا عليه انه كان بيريح اللعيبه الكبار في الفتره اللي فاتت علشان يجرب لعيبه شباب صغيره، يديهم فرصه، يديهم بعض الدقائق في المباراه، وده طبعا كان بيعود بالإجابة على اللعيبه الكبار اللي كانت بتاخد فتره اراحه ليهم، وكانوا بيستعدوا بدنيا وبيستعدوا حتى نفسيا للموسم الجديد اللي فيه تلاحم من المباريات بشكل كبير جدا. شايف ازاي الجزئيه يا خالد؟ دي جزئيه عايز اقول لك في غايه الاهميه انها تبقى موجوده عند اي مدير فني سواء مصري او اجنبي. احنا بنفتكر قبل كده برضو فترة مستر باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، يعني كان كل تصريحات ساعتها لعيبة نادي الزمالك ان هو الراجل عنده الجزء البدني ده مهم جدا جدا، والاهم ان هو فاهم فيه كويس جدا جدا. فعملية الجزء البدني حاجة مهمة جدا انها تبقى موجودة عند اي مدير فني او اي مدرب كبير. بس عايز اقول لك بمنتهى الامانة، احنا اكيد فاكرين كلنا كويس بعد مباراة المصري الشهيرة واللي حصل بعدها الأزمة، واللي احنا ما لعبناش بعديها ماتش الأهلي، السوشيال ميديا كلها كانت يعني عبارة عن البوستات اللي دايما كنا بنشوفها كانت جوميز لازم يريح اللعيبة الكبار للسوبر ويعتمد على اللعيبة الناشئين. لكن احنا بقالنا فترة من ساعة ماتش بلدية المحلة تحديدا، من وقت المباراة دي، وساعتها مستر جوميز كان أشرك يعني حوالي خمس ست عناصر من اللعيبة الشباب، والتوجه بقى أصبح مختلف. اللي انت ازاي بتعتمد على الشباب وفين العناصر الخبره؟ لا، الشباب لازم تصبر عليهم. حاجه غريبه جدا وتناقض كبير جدا، فتحول واضح من السوشيال ميديا اللي دايما احنا بنقول هنا اللي مش لازم، يعني مش لازم دايما ناخد برايها، وما ينفعش حد يبص للسوشيال ميديا بشكل يعني كبير. كل واحد بيبقى قاعد يعني معاه موبايل او معاه اللابتوب بتاعه او معاه اي حاجه بيكتب اللي هو عايزه، لكن ممكن تبقى فكره او ممكن يبقى راي ملوش اي صله بالواقع اللي النادي بيعيش فيه او اللي المدرب عايش فيه. فالكلام ده لازم يبقى على حسب نتيجه واحداث الفتره اللي بيمر بيها اي فريق والفتره اللي بيمر بيها اي نادي. لكن لو هنتكلم عن الصح، فالصح اننا فعلا نريح لعيبتنا، نعتمد على اللعيبه الشباب الصغيرين، لكن لازم يكون في سيستم منظم، ويكون في طريقه واضحه الراجل يشتغل بيها للي جاي، ونصبر عليه ونصبر كمان على اللعيبه اللي بتاخد فرصه معاه. طبعا يا خالد، وانت قلت حاجه فعلا حقيقيه قوي، ان احنا يا جماعه دايما حكمنا بيتغير بسرعه قوي. يعني في البدايه نقول لازم نجرب الشباب، لازم نجرب اللعيبه الصغيره، لازم ندي فرصه، بعدين لما النتيجه ما تكونش يعني عجبانا قوي نقول لا، احنا عايزين اللعيبه الكبار، وليه اللعيبه الصغيره هي اللي بتلعب؟ وده احنا شفناه فعلا في مباراه بلديه المحله. ولكن الفكرة ان جوميز فعلا عنده حق يا جماعة في اراحة اللاعبين الكبار قبل السوبر، علشان ما يلعبش موسمين ورا بعض بدون راحة. ده اللي احنا اتكلمنا فيه، لما عندك لاعب او اثنين او ثلاثة من اللعيبة الكبار يدخلوا المباريات كلها ورا بعض، واحد فيهم يحصل له اصابة جامدة شوية يضطر يقعد، انت كده قعدت لعيبة مهمة جدا ليك في السوبر الافريقي، ومهمة جدا ليك في الموسم الجديد اللي هيبدأ على طول اول لما الموسم ده ينتهي. فانت لا، انت محتاج
ان انت تريح اللعيبه الكبار، ومحتاج ان انت تدي فرصه للعيبه الشباب يثبتوا نفسهم. لو طلعنا لاعبين او ثلاثه من اللعيبه الشباب دي هيدعموا الفريق بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. انا عايز اقول لك خاصه كمان اللي انت الفتره دي خلاص يا نديم مفيش ضغوطات. صحيح. ولا على المدير الفني، لا خالص، ولا على اللعيبه. احنا عايزين اكنها يعني فتره تحضير للموسم الجديد. مظبوط. او فتره تجربه للعيبه. خالد، اللعيبه الشباب دي بجد هتفرق معانا لو طلعنا باثنين ولا ثلاثه. فرقت قبل كده ثلاث اربع سنين اللي فاتوا. كان من الناشئين عمر جابر ناشئين. ده احنا لو هنقعد نعد يعني بقى وحازم امام الصغير يعني بعد كده يعني بقى الجيل الحالي بقى عارف. طبعا طبعا. سيد نيمار وسفر وجعفر يوسف اسامه نبيه، لعيبه كتير قوي يا جماعه، سام اشرف وماجد هاني. طبعا. لا ما بقول لك مش هنخلص لو قعدنا نتكلم على اللعيبه. طبعا طلعوا من قطاع الناشئين، وده اللي احنا بنتكلم فيه، انه لازم ندي فرصه للقطاع ده، لازم ندي فرصه للشباب دي. وهو الحقيقه جربهم او اداهم دقائق يعني كانت مش كفيله قوي ان احنا نحكم الحكم النهائي عليهم، ولكن بيدي فرصه. وربما تختلف بقى في سياسه تجربه الشباب كلهم في مباراه او في شوط كامل بدون وجود اكتر من عنصر خبره جيد يشيل الشباب الصغيره دي، لانك لو عايز طبعا تعرف مستوى اللاعب الصغير لازم تحطه في تشكيل بيضم لعيبه قادره ان هي تظهر وتخرج بافضل مستوى عندهم في المباراه لاي لاعب بقى منهم. وجوميز الحقيقه بيعمل الحته دي فعلا. يعني في الدفاع لما نشوف احمد مجدي لما يكون بيلعب جنب المسلوسي وكان على يمينه عمر جابر وشماله كان احمد فتوح، يعني جنبه لعيبه كبار، لعيبه خبره في الملعب يدوله من خبراتهم فعلا وياثروا عليه بالايجاب ويسندوه في الملعب. شفنا مجدي ظهر وشفنا قد ايه ان هو خامه كويسه ولاعب عنده مستقبل. اللعيبه يمكن يا خالد الناس حابه اكتر ان هي تشوف مزيج من اللعيبه الكبار مع اللعيبه الشباب في المباراه. وجهات النظر طبعا دي وجهه، كل واحد عنده وجهه نظر وكلنا بنحترمها، بنحترم كل وجهات النظر، ولكن يمكن المزيج ده اللي يطلع فعلا لاعب خبره جنب لاعب صغير يديله من خبرته. بالظبط. يعني اغلبيه المديرين الفنيين يقول لك انا العب عادي باللعيبه الخبره او ادفع باللعيبه الخبره، اللعيبه الكبار اللي موجودين عشان يدوا حتى تقل ويدوا ثقة. صحيح. للعيبة اللي هتشارك معهم اللعيبة الصغيرة، أما أنا ألعب أشوف جنبي عبد الله السعيد، أشوف جنبي ناصر ماهر، فتوح، زيزو، المسلوسي، عمر جابر، كل دي لعيبة خبرات في الدوري المصري ولعيبة دولية، فأنا يعني لعيب ناشئ أبقى مطمن وأبقى عندي ثقة كبيرة جدا واللعيبة دي جنبي. اللعيبة دي أنا مش قلقان لو غلطت، لو عملت أي حاجة هي هتقف جنبي وهي هتغطيني، غير إنها طبعا هتوجهني في الملعب. وهنا برضو عايزين ناكد على فكره المبدا والطريقه. احنا ما عندناش مشكله خالص في سياسه مستر جوميز في ان هو يجرب الشباب ويريح اللعيبه الكبار، لانه زي ما قال قبل كده واتكلم في احد المؤتمرات الصحفيه ان فكره تلاحم موسمين ورا بعض ده يعني حاجه في منتهى الجنون. الراجل حتى مش مستوعب السيستم والنظام اللي عندنا هنا في مصر، لكن هو ان شاء الله مع الوقت هيتعود على الكلام ده. لكن لازم نوازن الامور داخل الملعب، زي ما احنا بنقول ان انت على الاقل يبقى في ثلاث لعيبه كبار او لعيبه خبرات قادرين ان هم يحركوا الملعب ويساعدوا اللعيبه الصغيره ان هم يتالقوا وان هم يبقى عندهم ثقه اكتر في الملعب. كمان مستر جوميز فاهم كويس قوي ان الزمالك جماهيره ما بتقبلش الا بالفوز. مهما كان بقى الفوز مهم او لا، او الفوز ليه يعني اي قيمه بقى انت بتنافس ما بتنافسش، جمهور الزمالك ليس عنده الا تحقيق المكسب. لكن فكره انه يريح اللعيبه الكبار من دلوقتي امر يمكن يجي على حساب النتائج ويجي على حساب ترتيب الفريق في جدول الدوري، خصوصا ان لسه يعني متبقي حوالي 7 مباريات. لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى ان هو يعني يبقى في توازن في الامور بالنسبه لمستر جوميز في تشكيلته وفي قائمه المباراه اللي هيلعب بيهم خلال الماتشات اللي جايه، عشان باذن الله يعني يكسب على قد ما يقدر اللعيبه الشباب اللي موجوده، وعلى قد ما يقدر برضو يحافظ على النتائج المميزه والنتائج الايجابيه نادين لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. مش معنى ان احنا بعدنا عن المنافسه ان احنا خلاص مش في دماغنا، او ان احنا خلاص يعني هنرمي الفوطه زي ما بنقول، لكن احنا لازم نستفيد، لازم نجرب عشان الموسم اللي جاي، عشان حتى نوفر صفقات على نفسنا خلال الموسم اللي جاي. لو وفرت صفقه او صفقتين هتبقى حاجه يعني في منتهى الايجابيه نادين بالنسبه لنادي الزمالك. طبعا هتفرق يا خالد بشكل كبير جدا، وهي الحقيقه شجاعه برضو من مستر خوسيه جوميز ان هو يفكر في مصلحه الفريق اكتر ما يفكر في مصلحه نفسه. لانه في النهايه لو القصه نتائج فالراجل هيقول لك خلاص العب باللعيبه الكبار واكسب واضمن مكاني واضمن الفوز بالمباراه وخلاص.
ولكن المدرب بيفكر في المستقبل، بيفكر في فكرة انه يجنب كده اللعيبة الكبار لتلاحم بقى المواسم، وفكرة تلاحم المواسم دي قد ايه هتأثر عليه. يخف الضغط من عليهم شوية. طبعا يخف شوية الضغط من عليهم، ويجرب في نفس الوقت لعيبة تانية توفر لنا زي ما انت قلت في الصفقات، وتوفر في الميركاتو، وتدينا يعني اشياء كتير قوي ايجابية زي ما بنتكلم، وزي ما جبنا اسماء كتير قوي مهمة ونجوم فعلا في النادي من قطاع الناشئين. وفي انه برضو يدي فرصة للشباب لعل وعسى يخرج بعنصرين او ثلاثة زي ما بنقول، يكونوا من نواة كده سكواد الفريق الاول خلال الموسم الجديد. في الاول وفي الاخر يا جماعه كلها وجهات نظر، وكلنا هنقعد نعيد ونقول ونتكلم ونقول راينا، بس في الاول وفي الاخر وجهه نظر مستر خوسيه جوميز هي الاولى بالتنفيذ، وليه كل الاحترام لانه المدير الفني اللي جه في ظروف كانت صعبه جدا، ومع ذلك بيقدر ان هو يتاقلم معاها، وبيقدر ان هو يعدي من الازمات دي، وبيعمل كل حاجه عنده، بيطلع احسن حاجه عنده، وبيطلع احسن حاجه في اللعيبه زي ما انت قلت خالد امبارح، هو اللي في المطبخ، هو اللي هيتحاسب في الاخر. المدير الفني دايما هو اللي بيشيل الليله سواء في المكسب او في الخساره. نديله فرصته يا جماعه يطبق فكره، هو لازم المدير الفني لازم عنده فكره، ولازم يطبق فكره وبعدين نحاسبه يا خالد. هو بيحاول يستفيد زي ما احنا قلنا على قد ما يقدر من الفتره اللي احنا فيها. ان شاء الله باذن الله لسه كمان الفتره الجايه هيبقى في جلسه ما بينه وبين مجلس اداره نادي الزمالك، لسه يعني ملهاش وقت محدد يتحدد ما بين يعني مجلس الاداره او المدير الفني، لكن ان شاء الله هتبقى في جلسه مهمه جدا عشان بقى يرتب كل حاجه للموسم الجديد، من احتياجاته في الفرقه، من لعيبه هو مش محتاجها، من لعيبه عايز يطلع اعارات، كل ده ان شاء الله هيحصل الفتره اللي جايه. وزي ما قلنا باذن الله نادي الزمالك بيحضر بشكل كويس جدا للموسم اللي جاي، عشان باذن الله نادي الزمالك لازم يرجع لمكانته الطبيعيه، ولازم يرجع تاني لمنصات التتويج. فان شاء الله كل ده باذن الله يتحقق الفتره الجايه مع مزيد من الاستقرار، مع مزيد من المسانده والدعم بالنسبه لمجلس الاداره، وبالنسبه لمديرنا الفني ولاعيبه نادي الزمالك. اكيد هنقول لكم اخر اخبار نادينا نادي الزمالك في فقره اقرا الخبر. نبدا فقرتنا اقرا الخبر، وبيستأنف فريقنا النهارده يوم الثلاث تدريباته بعد انتهاء الراحه اللي حصل عليها اللاعبين لمده 24 ساعه، وده استعدادا لمواجهه بيراميدز المقبله في مسابقه الدوري الممتاز. وكان البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحه لمده 24 ساعه بعد الفوز على الداخليه بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة ال 31. هو بيلتقي الزمالك فريق بيراميدز يوم الجمعة الجاية في المباراة المؤجلة من الجولة ال 18، واللي هتقام باستاد القاهرة الدولي. بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. بإذن الله فريقنا فريق نادي الزمالك يفوز بالمباراة دي. مباراة صعبة ومهمة طبعا على الفرقتين طبعا، وخاصة اكيد على نادي بيراميدز ونادي الزمالك. نروح بقى لمستر جوميز مديرنا الفني للفريق، اللي عايز يجهز بعض يعني الفيديوهات وبعض مباريات نادي بيراميدز الاخيره في مسابقه الدوري المصري، عشان يدرس الفريق قبل المواجهه المرتقبه يوم الجمعه القادم. وهيسعى جوميز لدراسه نقاط القوه والضعف بفريق بيراميدز قبل المواجهه الهامه، وهيقوم الجهاز المعاون لمستر جوميز بتجهيز عده مباريات لفريق بيراميدز من اجل تسليمها للمدير الفني، عشان يعني يدرس بقى كل حاجه بالنسبه لفريق بيراميدز، عشان يبقى فيه محاضره فنيه بالفيديو على لعيبه نادي الزمالك لشرح نقاط القوه والضعف بالفريق المنافس. زي ما قلنا هتبقى مباراه صعبه جدا ومباراه مهمه جدا، ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك كالعاده يحقق المكسب. ولسه متواصلين في الاخبار، وبيخضع نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق لاختبار طبي قبل بدايه مران النهارده لتحديد امكانيه مشاركته في التدريبات الجماعيه من عدمها بعد اكيد الاصابه اللي كان تعرض ليها في ماتش الداخليه الاخير. وتعرض دونجا للاصابه بكدمه خفيفه في القدم خلال مباراه الداخليه، واللي استبدل فيها قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة. ويقوم الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة بإجراء اختبار طبي لدونجا لتحديد موقفه من المران الجماعي. وفي حالة التأكد من جاهزية اللاعب هيشارك بشكل طبيعي، أما إذا احتاج لتأهيل مش هيشارك، وهيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.
خلينا برضو نؤكد ان الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق اكد ان الاصابه خفيفه ومش هتمنعه ابدا عن المشاركه مع الفريق في المباريات المقبله. الحقيقه دونجا يعني لاعب مميز جدا ووجوده بيفرق معانا بشكل كبير جدا في المباريات، فاكيد بنتمنى له الشفاء العاجل وبنتمنى له ان هو زي ما الدكتور قال هي كدمه خفيفه مش هتمنعه من المشاركه، فبنتمنى اكيد نشوفه عن قريب مع الفريق الاول ونشوفه في مباراه بيراميدز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نادين دونجا يبقى يعني كويس خلال المباراه اللي جايه ويكون الاصابه يعني خفت بشكل كبير. احنا عارفين طبعا كان اتعرض لكدمه قويه في المباراه اللي فاتت، لكن ان شاء الله باذن الله دكتور محمد اسامه طمنا ان هو يبقى جاهز خلال المباراه القادمه. لسه مع مستر جوميز مديرنا الفني للزمالك اللي بيجهز بقى بديل للتونسي حمزه المسلوزي في مباراه بيراميدز اللي جايه واللي هيغيب عنها اللاعب بسبب تراكم الانذارات، وكان المسلوسي حصل على الانذار الثالث في مباراة الداخلية الأخيرة اللي كانت في الجولة ال 31 من الدوري، عشان بقى يتأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز معاه طبعا مهاب ياسر بنفس السبب. وكان الجهاز الفني قرر وضع برنامج تدريبي خاص لمصطفى الزناري مدافع فريقنا عشان يكون جاهز بالشكل الأمثل خلال المواجهة القادمة. طبعا عارفين إن الزناري شارك كبديل لأحمد مجدي في ماتش الداخلية الأخير، وده بعد غياب عن الفريق في الفترة اللي فاتت بسبب الإصابة. كمان الجهاز الفني هيجهز أحمد رفاعي المدافع الشاب من مواليد 2003 عشان برضو يكون جاهز لمباراة بيراميدز سواء كأساسي أو بديل. طبعا فريقنا هيغيب عنه محمود حمدي الونش للإصابة وحسام عبد المجيد بسبب وجوده مع المنتخب الأولمبي اللي هيشارك في الأولمبيات، و معاه بقى حمزه المسلوسي للاصابه. فاحنا عندنا يعني خط الدفاع بالكامل يعتبر غايب عن نادي الزمالك، لكن ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في اي لعيب هيكون موجود في التشكيله الاساسيه خلال المباراه القادمه. سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق واللي اصبح جاهز من الناحيه الطبيه للمشاركه مع الفريق في المباريات المقبله، قرر الجهاز الفني بقيادة خوسيه جوميز تجهيزه بالشكل المناسب فنيا للاستعانة به في المباريات القادمة لفريقنا. طبعا الجزائري جاهز طبيا منذ فترة، ولكن الجهاز الفني فضل عدم تواجده في المباريات الأخيرة وأخرها طبعا مباراة الداخلية لعدم الجاهزية الكاملة بدنيا وفنيا. بالفعل الجزائري بدأ منذ أيام تنفيذ كده برنامج تدريبي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي والجهاز الفني بقيادة خوسيه جوميز، وهيستمر خلال الأيام دي في البرنامج علشان يكون على أتم جاهزية للمشاركة في المباريات المقبلة. بنسبة كبيرة وشبه مؤكدة خلاص هيكون الجزيري ضمن اختيارات جوميز للمباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز. رجوع الجزيري شيء يعني هيفرق معانا بشكل شايفة الأهداف ووجوده بس في خط هجوم نادي الزمالك إضافة قوية ومهمة جدا مع يوسف أوباما وناصر منسي. لكن سيف الجزيري يعني واحد من أخطر وأهم المهاجمين اللي موجودين في نادي الزمالك وبيمتلك خبرات كبيرة جدا، لاعب عنده خبرات كبيرة ويفرق مع حتى اللعيبة الصغيرين الموجودين. وسيف كمان يعني سريع وعارفة انت مهاجم خطاف وبيعرف يسرق المدافعين، فكل ده هي بس الإصابة طبعا المنتخب بلاده هي اللي عطلته شوية، لكن ان شاء الله بإذن الله يكون ليه دور ويكون ليه بصمة واضحة كالعادة مع نادي الزمالك خلال المواجهة القادمة. نختم أخبارنا الزملكاوية من عند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اللي تعاقد مع 7 مواهب من مشروع كابيتانو مصر عشان ينضموا لصفوف فرق قطاع الناشئين لكرة القدم في نادي الزمالك خلال الموسم الكروي الجديد. وضم بقى سباعي الزمالك المنضم حازم اليماني مواليد 2008 وعيد العزازي مواليد برضو 2008، محمد بسيوني مواليد 2009 وعبد الرحمن علاء مواليد 2009 ويوسف علاء برضو 2009 والسيد محمود 2009 ومحمود ناصر شيكا 2009. كل اللعيبه دي من المواهب اللي خرجت من مشروع كابيتانو مصر. وكان عقد كابتن حسين رئيس النادي جلسه امبارح مع كابتن محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر لاتمام التعاقد واعلان انتقال السباعي الى صفوف القلعه البيضاء. وجه كابتن حسين الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير لمشروع كابيتانو مصر وحرصه الدائم على دعم المواهب المصرية في كل المجالات الرياضية وليس فقط كرة القدم. كمان كابتن حسين لبيب أشاد بحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
على دعم المشروع وتوفير كافة سبل النجاح. كمان أشاد بالمجهود الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة من أجل ظهور العديد من المواهب الشابة القادرة على صنع الفارق في مستقبل مصر بكرة القدم من خلال مشروع كابيتانو مصر. كان لينا لقاءات امبارح وكان لينا تقرير يعني لهذا الحدث، كابتن حسين لبيب، كابتن محمود سعد، وكمان اللعيبة المنضمة لنادي الزمالك. تعالوا نشوفه ونرجع مرة ثانية. كابتن حسين لبيب، طبعا بالتاكيد فعاليات مهمه داخل طبعا نادي الزمالك، وبنرحب بيك على قناه نادي الزمالك قناتك. تحب تقول ايه بقى في الفعاليات دي، وكمان اختيار لعيبه من نادي الزمالك في طبعا يعني مشروع مهم برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا يعني اللي انا عايز اقوله ان ده بيوري قد ايه ان مجلس اداره بيهتم بالناشئين وبقطاع الناشئين سواء في كره القدم او في اي لعبه اخرى. وعايز اوضح للناس كلها برضو احنا يا جماعة بيبقى لنا فكر معين بالنسبة لقطاع الناشئين، لان ده برضو بيخلي ان احنا نخفف من الاعباء المالية اللي على النادي. فبالتالي النهاردة انا مبسوط جدا، بجد مبسوط جدا وبقولها من قلبي، ان وزارة الشباب والرياضة تبنت هذا المشروع هي والشركة المتحدة للرياضة، وانا بدي كل واحد حقه. هم النهارده قدروا ان هم يوصلوا بفكره علميه ممتازه ان هم بيلفوا المحافظات جامعها وبياخدوا بعض اللعيبه المتميزين ويبتدوا هم يدوهم او يثقلوهم فنيا ومهريا، وبالتالي بعد كده بيودوهم للانديه. فهم بجد النهارده انا شايف ان هم يعني اضافوا للرياضه المصريه، واحنا بالتالي بنشجع ده وبنقول خلاص احنا برضو شركاء معاكم، هناخد منكم بعض اللاعبين وبنتبناهم بقى كابناء نادي الزمالك، وان شاء الله يبقى لهم مستقبل عظيم في سواء المنتخبات القوميه او داخل نادي الزمالك. كابتن عزيز لبيب، يمكن اتكلمنا قبل كده عن موضوع الناشئين وعن ملف الصفقات، وقلنا ان هم مربوطين ببعض، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ان ممكن تكون عندنا صفقات يجوز لما نشوف لاعبين نوفر على النادي، زي ما حضرتك برضه تفضلت وقلت، هل الملفات دي ربطهم ببعض زي ما حضرتك تفضلت يخلينا نستغنى عن صفقات ممكن تكون على بال النادي، ولا كده كده ابرمنا صفقات وناخدها حصري بقى يا كابتن حسين؟ لا يعني خليني اقول، انا هرد من غير ما اقول اي تفاصيل لان مش مخول ليا ان اقول اي تفاصيل، انما يكفي ان النهارده كل الجمهور الزملكاوي العظيم ابتدى يشوف الناشئين سواء مواليد 2005 او مواليد 2003. ويمكن النهارده شفنا ان نادي الزمالك في هذه السنه دخل تقريبا حاجه يعني تقريبا وصلنا ل 39 او 38 او 40 لاعب لعبوا داخل المباريات داخل الدوري او الكاس او الكونفدراليه. فبالتالي هو ده اهتمامنا، اهتمامنا بالناشئين، لان الناشئين دول هم الاساس للذخيره بتاعه النادي للمواسم القادمه. احنا ما بنكشش من ان احنا ننزل ولادنا، وولادنا دول ولاد فعلا انا شايف من وجهه نظر ان احنا عندنا خامات طيبه كتيره، وهي عايزه تاخد وقت وتاخد خبره وتبقى في اقتناع بيهم. فانا برضو بحث الجماهير انها تستحمل معانا، الولاد دول هيبقوا ذخيره للنادي. ليه ذخيره للنادي؟ لان النهارده انا اما بروح اجيب لاعب محترف او بجيب لاعب في حته تانية بدفع ملايين الملايين، ما انا احسن لي الملايين دي اوفرها للنادي نظرا للظروف الماليه الصعبه اللي بتواجهنا. وبالتالي يبقى انا كمان بعمل مدرب كويس، والمدرب ده بيعمل لعيب كويس، بفيد الرياضه كلها. الرياضه مش هتستفاد ان انا بقعد اشتري لاعبين، لا، الرياضه تستفاد في جميع اللعبات، انا بتكلم مش كره القدم فقط، ان احنا المنتج المصري فان شاء الله نادي الزمالك هيبقى عنده منتجات مصريه في جميع اللعبات، وان شاء الله كلهم يبقوا عند حسن برضو الزمالك. عايز اخد حضرتك في حته ان احنا بقى نقول حاجه لجمهور نادي الزمالك والقناه نادي الزمالك تكون حصريه ونطمنهم كده يا كابتن حسين. لا انا اللي عايز اطمن بس الجمهور، احنا بنحاول نجتهد، بنحاول نشتغل صح، مشاكل كتيره جدا جدا، مش معنى كده ان احنا هنفك قيد او ما نفكش قيد، هو ده اللي انا بحافظ عليه، ما بحبش اتكلم في اي حاجه غير ما بتحصل. انما الناس اللي امنت بينا واقتنعت، احنا لما دخلنا النادي كان عندنا حاجه اسمها نجدد لفتوح،
فالحمد لله قدرنا نجدد له. تاني حاجة كان فك قيد، قدرنا الحمد لله نفك قيد وما كانتش عملية سهلة. تنظيم البيت أو الفريق، وقدرنا نحصل على مجموعة من اللاعبين المميزين. ما بقولش ان ده كفاية او مش كفاية، انا بقول ان احنا بنحاول نجتهد وبنعمل اللي علينا. رابع حاجة جبنا مدير فني، والمدير فني مدير فني متميز، وبالتالي قدرنا نحصل في الاخر على كأس الكونفدرالية. اللي مؤمن ومقتنع احنا محتاجين وقت، محتاجين صبر عشان نقدر نحقق طموحات كل الجماهير. احنا كل اللي قعدناه في النادي 8 شهور، لو انا حكيت المشاكل اللي بتواجهنا الناس مش هتتخيلها، الناس مش هتصدقها، بس احنا مؤمنين بقدرات نادي الزمالك ومؤمنين بقدراتنا، وبان احنا فعلا بنحاول نعمل حاجة تخلي جمهور الزمالك فخور بنادي زي ما هو طول عمره فخور بيه. فخورين بشغلكم كابتن حسين لبيب، وفخورين بكل الانجازات، ومش هنتكلم طبعا عن الكواليس، لكن رسالة كده للجمهور، مش طمأنينة لكن رسالة الجمهور نادي الزمالك اللي دايما دايما بيكون واقف في ظهر مجلس الإدارة، ويكون واقف في طبعا فريق الكورة الأول، دايما دايما بيكون داعم لينا. تقول لهم ايه؟ يعني أقول لجمهور نادي الزمالك، احنا الظروف اللي بنشتغل فيها انتم ما بتبقوش عارفين كامل الظروف، ممكن تبقوا عارفين أجزاء منها، فبرضو بلاش تحكموا علينا غير لما نقدر نطلع ونقول لكم ما هي كامل الظروف اللي احنا كنا محطوطين فيها. ممكن النهاردة الناس بتحكم علينا لان ما عندهاش كل الصورة الكاملة، الصورة الكاملة بتبقى عندنا. ناس كتير برضو سمعت، يعني دي بالمناسبة وهقفل بعد كده، بالمناسبة يقول لك ايه انتوا ما انتوا قلتوا انكم دارسين وانتوا عارفين والمشاكل انتوا عارفينها. اكيد احنا كنا عارفين المشاكل، بس انا اللي قعدته في النادي 6 شهور وبعد كده سيبنا النادي 1.5 سنة. اما كنا دارسين زي ما حضراتكم بتقولوا، كنا دارسين ان احنا مثلا والعالم كله او مصر كلها عارفة ان في حجز على البنوك من 1، اما نفاجأ ان هو 11 حجز، يبقى اسمها عارفين وبنحاول. طب ما احنا قلنا برضو اسف احنا عارفين، طب ما احنا عارفين بس ما قلناش ان انا ما هدخل تاني يوم هعرف احل. هو انا النهاردة عشان ادفع مثلا، احنا دافعين لغاية دلوقتي في حدود 3,600,000 دولار، 3,600,000 دولار. هو حد بيسأل نفسه هذه الاموال عشان تيجي في 8 شهور ازاي جت، او احنا عملنا ايه عشان نجيبها، او احنا ايه الخبرات اللي وصلتنا ان احنا نقدر نوصل للدنيا دي. النهاردة ما كنت داخل وفريق الكورة مثلا لم يسلم من مستحقاته بتاعت السنة الماضية الا 20%، واحنا دفعنا 80% وبندفع في السيزون اللي احنا بنلعب فيه ده. دي كلها ارقام هيجي الوقت اللي نطلع نتكلم فيه بكل التفاصيل وبكل الارقام، بس التوقيت اللي انا فيه ده بعد اذنكم، التوقيت اللي انا فيه ده هو بتاع شغل مش بتاع كده. يعني يا خالد الحقيقه تقرير مميز، والحقيقه كابتن حسين لبيب برضو اتكلم عن اشياء كتير قوي مهمه بتخص اكيد كل الجماهير الزمالكاويه. كابتن حسين بيتكلم مهمه جدا وبتطمن الجماهير الزمالكاويه. وكمان عايز اقول لك على حاجه يا خالد، اكيد انت هتتكلم فيها، فكره الحجوزات، انه كان مفهوم ان في حجز واحد وبعدين اكتشفنا انه 11 حجز، ده اكيد محتاج لوقت، مش هيتحل في يوم وليله، وده اللي كابتن حسين لبيب قاله. بالظبط كابتن حسين، يعني رساله ومصارحه لجماهير نادي الزمالك، راجل ما بيخبيش حاجه على جماهير نادي الزمالك. الناس كانت بتقول انتوا كنتوا عارفين قبل ما تتولوا المسؤوليه، طب دلوقتي مش عارف ايه. ما هو الناس برضه يا جماعه عارفه ان النادي كان فيه مشاكل، وعارفه ان النادي كان فيه حجم كبير من الازمات، لكن الناس ما كملوش سنه. لكن عايز اقول لكم برضه ان في فرق ما بين المشاكل وفي فرق ما بين الكوارث. كوارث في الحاجات اللي موجوده اللي هم بيحلوا فيها اوريدي في الوقت الحالي، وبيحلوا فيها من تاني يوم كانوا موجودين فيه في نادي الزمالك. فمن حق الجمهور يعرف كل حاجه، مش كل حاجه بتتحل في يوم وليله، كل حاجه لازم تاخد وقتها. وزي ما انتم شايفين وحاجه ما تخفاش عن حد، كل شويه نلاقي حد. المبلغ الكبير اللي اتدفع 3,600,000 دولار، بتتكلم اكتر من ربع مليار جنيه مصري اللي انا بحل ازمات بس. ما بالك حضرتك لو الفلوس دي اوريدي انت بقى انفقتها على
النادي بشكل عام بقى، سواء النادي الاجتماعي اللي انت عايز تطور النادي، لو انفقتها على الفرق اللي موجوده، فريق الكوره، فريق اليد، فريق الطايره، السله، كان وضع الزمالك هيبقى عامل ازاي؟ لكن كابتن حسين كان ليه كلام مهم جدا بالنسبه لجماهير نادي الزمالك اللي هي عارفه، بس برضو اما الكلام يطلع من رئيس النادي اكيد هيبقى كلام يعني ذو قيمه بالنسبه للناس. كل اللي علينا ان احنا نصبر، كل اللي علينا ان احنا نساند ندعم الناس دي، عشان هم زي ما احنا شايفين بيحلوا بجد وفعلا على قد ما يقدروا يعني في نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. كان الله في عونهم بصراحه، وان شاء الله باذن الله رغم كل ده هم عارفين برضو يا نادين ان جماهير الزمالك واعضاء نادي الزمالك مستنيين منهم كمان طبعاً الكتير والكتير طبعا. وهي رساله طمانينه من رئيس نادي الزمالك لجماهير نادي الزمالك العظيمه، انه هم بيشتغلوا لكن محتاجين للوقت، وده احنا شايفينه لجاي خير ان شاء الله، واحنا واثقين اكيد في مجلس اداره نادي الزمالك يقدر انه يحل كل المشاكل والكوارث اللي عندنا دي باذن الله. دلوقتي طبعا خلونا بقى نطلع لفاصل سريع ونرجع بعديه على طول علشان نبدا معاكم فقره نهارك عالمي. خلينا دلوقتي نروح لفقره نبض 100 عقبه. اهلا وسهلا بيكم في نبض 100 عقبه. دلوقتي خلونا نروح لبث مباشر من قلب نادي الزمالك علشان نشوف زميلنا العزيز مراد ابو جلال من قلب مجمع الصالات الدوليه وبطوله تنس الطاوله للاحتياجات الخاصه. خلينا دلوقتي نروح لمراد. يا مراد نهارك ابيض وماذا لديك اليوم؟ نهارك ابيض يا مراد وصباح الفل. صباح الفل عليك يا نادين، وصباح الفل عليك يا خالد. نهاركم ابيض بخطين حمر بالتاكيد من داخل نادينا نادي الزمالك والصاله الدوليه لتنس الطاوله، واللي بتستضيف البطوله طبعا بطوله الجمهوريه لتنس الطاوله لذوي الاحتياجات الخاصه، واللي طبعا بينظمها نادي الزمالك داخل البيت الابيض الزمالكاوي. يمكن تفاصيل كتيره هيكون معانا كابتن احمد السيد رئيس جهاز تنس الطاوله بنادي الزمالك عشان يتكلم معانا اكتر عن تفاصيل. كابتن احمد صباح الفل. صباح الفل، عامل ايه، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا رب العالمين. طمنا بقى يا كابتن، البطوله ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي؟ طبعا هو حدث رياضي طبعا كبير ان نادي الزمالك يستضيف بطوله قويه زي البطوله اللي البطوله الوطنيه لتنس الطاوله، يعني يعني حاجه كويسه جدا من النادي يعني انه يحتضن بطوله قويه زي دي. البطوله طبعا حضرتك زي ما انت عارف بتقام على 3 ايام، يوم تقسيم ويومين نهائي. النهارده كان يوم النهائي الولاد اللاعبين يعني، وبكره اللاعبات ان شاء الله. طبعا البطوله بطوله قويه بتنظمها جهه من الجهات القويه برضو اللي هي بتدعم ذوي الهمم اللي هي الاولمبياد الخاص المصري. الحمد لله مع التنظيم كويس جدا الحمد لله، والناس كلها مرتاحه طبعا، وفرصه طبعا ان احنا نشكر كل القائمين على التنظيم من الناس اللي قاموا بتنظيم الصاله الى طبعا الساده الافاضل اعضاء مجلس الاداره بموافقتهم على استضافه البطوله القويه دي داخل نادينا يعني. وان شاء الله تبقى خطوه لبطولات ثانيه تتنظم عندنا باذن الله في الفتره اللي جايه. توقبا يعني مع نواكب اتجاه الدوله في الاهتمام بذوي الهمم. والحمد لله نادي الزمالك النهارده حقق نتائج كويسه في فردي الولاد، يعني حققنا النهارده 2 ذهب وواحده فضه وواحده برونز. نتمنى التوفيق للبنات بكره ان شاء الله. يعني يا كابتن احمد طبعا زي ما حضرتك ذكرت وقلت توجيهات من الدوله ومن فخامه الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، تنفيذ من مجلس الاداره زي ما حضرتك قلت، الدنيا مرتبه جدا، الدنيا منظمه، مجهودات كبيره مجلس الاداره بيبذلها. يمكن شفنا الافتتاح امبارح كان موجوده عضو مجلس الاداره الاستاذ نيار الاحمر واتكلمت عن الافتتاح واللي يمكن بيشرف قلعه كبيره زي قلعه نادي الزمالك. طبعا اكيد طبعا اكيد التنظيم يعني احنا كنا يعني طبعا اثناء تواجدنا انا والمدربين كنا دايما بنسال الناس، طبعا الناس كلها مبسوطه جدا من التنظيم. التنظيم الحمد لله ما فيهوش اي مشاكل وكل حاجه كانت سلسه وجميله يعني. وطبعا كابتن نيارة شرفتنا بحضوره، شرفتنا في الجلسه الافتتاحيه بتاعت الاتفاق اصلا وبتاعت البروتوكول اللي اتعمل قبل البطوله برضو كانت مهتمه برضو. وطبعا مجلس الاداره كله يعني ان هو يعني يحتضن بطوله زي دي، فده دليل اهتمامهم بذوي الهمم، وان شاء الله باذن الله خطوه كويسه جدا يعني. كلمنا بقى على اليوم النهارده، هيبدا يعني بدا يمكن من الساعه 9 صباحا، بينتهي امتى؟ اللاعبين المشاركين من نادي الزمالك اللي وصلوا للمراحل النهائيه كم لاعب؟ ايضا الجوائز اللي يمكن بتتحضر كمان شويه نشوفها، في تسليم جوائز كمان شويه. ان شاء الله طبعا احنا الحمد لله دلوقتي اليوم خلص، هو اليوم بتاع امبارح بس طول شويه لانكم بيبقى بنين وبنات مع بعض.
اللي هو التقسيم، لان الاولمبيات الخاص المصري بيتماشى بطريقه بينظم بطولته بطريقه تقسيم المستويات، يعني بيقسم المستويات في اول يوم وبعد كده بيبقى في يوم ولاد منافسات نهائيات ولاد ومنافسات نهائيات البنات. فالنهارده ان شاء الله اليوم تقريبا خلاص خلص يعني، واحنا في انتظار التتويج ان شاء الله باذن الله. احنا شاركنا باربع لعيبه: محمد مصطفى زهري، يوسف حسام، محمود جمعه، الرابع مصطفى احمد، والحمد لله كلهم عملوا عليهم وزياده يعني، وكلهم حققوا وكلهم هيتواجدوا ان شاء الله دلوقتي باذن الله. وطبعا بشكر قناه الزمالك على تغطيتها للحدث الجميل ده يعني، وادتنا الفرصه ان احنا يعني نشكر اولادنا ونشكر المدربين القائمين على تدريبات الولاد. وبشكر تاني مجلس الاداره يعني على الخطوه الجميله اللي هو عملها واحتضان البطوله القويه دي داخل اسوار نادي الزمالك. كابتن، يمكن بكره الاربعاء ان شاء الله يكون ده نهايه البطوله باذن الله. ان شاء الله نهايه اخر يوم بكره في البطوله ان شاء الله البنات، زي اليوم النهارده بس النهارده بنين بكره بنات ان شاء الله. قلنا بقى على انطباعات اعضاء الجمعيه العموميه، انطباعات اللاعبين الزملكاويه المشاركين في البطوله واللاعبين بصفه عامه. والله طبعا اللاعبين فرحانين جدا، لان هم يعني اول بطوله تتعمل داخل اسوار النادي بتاعهم، وحاسين ان هم ناديهم بيلعبوا على الترابيزات اللي هم بيتمرنوا عليها، فدي حاجه طبعا احنا حسيناها من الولاد يعني اسعدتهم جدا يعني. وطبعا اكيد طبعا اولياء الامور لما يشوفوا خطوه زي دي اكيد كلهم مبسوطين يعني، ان حاجه زي دي تتعمل داخل سور النادي يعني حاجه طبعا اسعدتهم جدا يعني، واسعدتنا احنا كجهاز طبعا يعني. كابتن، برضو انا ملاحظ ما شاء الله تجهيزات الصاله، شايف فروق كبيره جدا عن الفتره الماضيه، حاجه جميله جدا تجهيزات الصاله، حاجه مشرفه جدا. طبعا يا فندم انا شكرت طبعا في البدايه زي ما قلت لحضرتك القائمين على التنظيم من اقل واحد الى اعلى واحد يعني. اقطع كلام حضرتك، يمكن واحنا بنتكلم يا خالد ونادين، طبعا كابتننا الكبير كابتن حسين لبيب يمكن معانا في الخلفيه او موجود دلوقتي، كابتن حسين لبيب جاي منورنا ومشرفنا، يمكن جاي علشان يسلم الجوائز. كابتننا الكبير كابتن حسين لبيب موجود دلوقتي حالا، دايما كالعاده كده يا خالد جاي يعني. كابتننا الكبير كابتن حسين منورنا ومشرفنا، يعني موجودين على الهواء. كابتن حسين، يمكن في البدايه بنشكر حضرتك على التنظيم ومجلس الاداره طبعا على التنظيم الاكثر من رائع، يمكن انطباعات الجمعيه العموميه، انطباعات اولياء الامور، انطباعات اللاعبين، حاجه مشرفه جدا. الحمد لله رب العالمين. احنا طبعا بالنسبه لنا الايفنت ده حاجه مهمه جدا في نادي الزمالك، وده جزء من واجبنا المجتمع ذو القدرات الخاصه، دول اولادنا واحنا عايزين نخليهم يبقوا مبسوطين دائما بتواجدهم داخل نادي الزمالك. كابتن، انطباعات اعضاء الجمعيه العموميه زي ما قلت لحضرتك، الناس مبسوطه جدا، الناس بيشكروا في حضرتك، بيشكروا في مجلس الاداره ككل على التنظيم المحترم وعلى البهجه اللي بتدخلوها طبعا للاولاد. لا يعني ما ده اللي بقوله، ان احنا يعني اهم حاجه عندنا اولادنا ذو القدرات الخاصه دول، احنا عندنا اهتمام خاص بيهم، وده برضو سياسه الدوله بتهتم بذوي القدرات الخاصه، وده يمكن واجب من واجبات المجتمع المدني ان هو نبقى بنساعد الدوله بتاعتنا. احنا مقتنعين ومؤمنين بقدرات ذوي القدرات الخاصه كلهم، ربنا سبحانه وتعالى مديهم امكانيات يمكن اكتر مننا كلنا، بس المهم ان احنا نكتشف هذه المواهب ونساعد على انها تبزغ، وفي نفس الوقت يقدروا يبقوا مبسوطين ومرتاحين، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونساعدهم كلهم. كابتن حسين، هستغل تواجدك معايا، وجمهور الزمالك بوصل لكم رساله طبعا، بيشكركم جدا على حل القضايا لكل يوم بنشوفها. يا كابتن، الزمالك عليه 2 مليون دولار، عليه مليون دولار، يعني بنشكركم جدا على كل المجهودات المبذوله دي. احنا عايزين بس يعني الناس كلها تدعي لنا، ربنا يكرمنا ونقدر نخلص كل حاجه، المهمه صعبه جدا وان شاء الله نقدر عليها، ويعني بنحاول قدر الاستطاعة ان احنا نوجه كل خبراتنا لحلول مشاكل نادي الزمالك اللي هي بالنسبة لي بقت مشاكل فعلا مستعصية وبقى لها مدة كبيرة قوي يعني لم يتم التباحث ولا ان احنا نبتدي نحلها. احنا دخلنا بالكامل على جميع المشاكل، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحققها كلها. كابتننا كبير، مش عايز اعطل حضرتك عن التتويجات، وبنشكر حضرتك على اللقاء المميز ده، والف شكر على المجهود الرائع المبذول ده. الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا. يعني طبعا زميلنا العزيز، هشكر كابتن احمد السيد، طبعا بشكرك جدا يا كابتن على تواجدك معانا، كل الامنيات الطيبه لحضرتك ولفريق العمل. شكرا جدا يا فندم، وشاكرين على التغطيه الجميله دي. شكرا. الف شكر.
زملائي الاعزاء، خالد نادين، يمكن واحنا كنا بنتكلم كان كابتن حسين داخل عشان يعمل التتويجات، يسلم اللعيبه الفائزه او اللعيبه طبعا اللي صعدت نهائي بعض التتويجات كده، هنشوفها كمان شويه. خالد نادين، يمكن ايضا عايز اقول لك ان النهارده يوم جميل جدا، وامبارح وبكره ان شاء الله كل الامنيات الطيبه للقلعه البيضاء دايما بالازدهار في كل المجالات. يا خالد، تعود لك الكلمه. نادين خالد مراد، بشكرك شكرا جزيلا. نشكرك اكيد يا مراد، لقاءات مميزه طبعا. كابتن حسين لبيب زي ما احنا شفنا راجل موجود في الـ 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 يعني الايفنت المهم، ونادي الزمالك دايما بيبقى ليه دور مهم جدا جدا مع اي حد ومع في اي مجال، وده جزء على فكره القدرات الخاصه وتوجيه الدوله، وطبعا احنا ده جزء من دور نادي الزمالك كويس جدا طبعا طبعا، وده اتجاه كمان الدوله بالمناسبه يا خالد، مهتمين جدا بفكره الالعاب للقدرات الخاصه، ده شيء هيفرق معانا في الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا، شايفين مجهود كبير جدا ومبذول من قبل كل الانديه اكيد على راسهم نادي الزمالك وكابتن حسين لبيب يعني. لكن الاهم بقى زي ما انت شفت كمان اتكلم على المشاكل واتكلم طبعا دايما كابتن حسين بيصارح الجمهور زي ما قلنا، ودايما الكابتن حسين بيعرف الجمهور كل صغيره وكبيره بتحدث داخل نادي الزمالك، عشان ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يبقى في حل اكتر وحل اكبر للمشاكل دي، بغض النظر عن المشاكل اللي فاتت، لكن الناس كل يوم بتلاقي مشكله، الناس كل يوم بتحل مشكله، فان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق وليهم مننا كل الدعم وكل الثقه خلال الفتره اللي جايه زي ما انا قلت باذن الله، عشان يرجعوا نادي الزمالك تاني الى مكانته الطبيعيه. دلوقتي خلونا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع لكم بقى في الجزء الاخير من حلقتنا مع كابتن اللياقه البدنيه دريه نادر مع نادين تيسير بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد، وصلنا لاخر فقرات برنامجنا، فقره سهم وقوس، واللي منورني فيها النهارده كابتن دريه نادر مدربه اللياقه البدنيه، منوراني ومشرفاني النهارده. عامله ايه الاخبار؟ كويس. في الاول كده بقالك قد ايه كوتش بقى قولي لي؟ بقالي حوالي كده 6 سنين. بقالك 6 سنين. بداتيها ازاي بقى؟ بصي، انا في الاول جات لي مشكله مرضيه كده، جات لي الغده، فقدت فيها وزن كبير قوي قوي خلال شهرين. عملت لي نحافه. الغده مش بت لا 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 كانت نشطه قوي شويه في الوزن. لا 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 كانت نشطه مش الخامل. عملت لي نحافه شديده قوي، وبعدين الموضوع اثر على جسمي وعلى شكل جسمي وشكل شكل الهيكل نفسه بتاعي. ده خلاني ابتدي العب رياضه شويه بشويه، الموضوع اتحول لشغف، وابتديت ادرس الموضوع، وابتديت اساعد الناس ان هي توصل للجسم المثالي بتاعها، واشتغل معاهم على الجزء النفسي وعلاقتهم بجسمهم على الجزء الجسدي وصحته. طب دي حاجه حلوه قوي، يعني في ناس كتير بيبقى عندها القابليه ان هم يتمرنوا ولكن بيحسوا بملل او بيحسوا ان مفيش شغف، مش قادرين يعملوا المجهود ده، ولكن جسمانيا هم قادرين. ازاي نحبب بقى الناس دي ونخليهم يبقوا عايزين هم يروحوا الجيم وعايزين هم يتمرنوا؟ بس خلينا الاول نقول ايه الاسباب اللي بتخلي الناس تحس بصعوبه او بملل. اكتر الاسباب اللي انا بشوفها ان دايما الشخص رايح الجيم هو ما عندوش خطه او بلان واضحه انا هتمرن ايه، فتلاقيه واقف في الجيم تايه مش عارف يشتغل على ايه، فده حلها ان انا اتمرن مع كوتش، او ان انا يبقى عندي معلومات كافيه واجمع معلومات كافيه. انا ايه التمارين لازم ابقى قبل ما اخش الجيم ابقى عارف انا هتمرن يعني ايه لازم النهارده. اللي بيبدا جديد ده يبدا مع بي تي اللي هو البيرسونال ترينر، ولا ممكن يبدا هو؟ بصي، مش كل الناس اقدر يعني ما اقدرش اقول لك لازم يتمرن مع كوتش، عشان ما اضغطش قوي على الناس، في ناس امكانياتها ما تقدرش ان هي يعني انا يهمني بس ان هم يتمرنوا. فانا يهمني ان هم يبقى عندهم معلومات بسيطه، ودلوقتي اليوتيوب والسوشيال ميديا يعني مليانه الحاجات طبعًا. دي، فالمهم بس ان انا عارفه انا هتمرن ايه النهارده. من الحاجات كمان اللي بتؤدي للملل ان انا ابقى رايح الجيم مش واكل كويس فبتعب، فبحس ان الرياضه دي حاجه مرهقه ومجهده بالنسبه لي، فحس لا انا ما لقيتش نتيجه فمش يعني عايزه افضل ان انا اكون باكل قبل الجيم.
طبعا لازم انا اكون رايح واكل، بس مش اكل يعني اكل دلوقتي وانزل اروح الجيم، لا لازم ادي نفسي مثلا ساعه ونص ساعتين قبل التمرين بتاعي عشان ابقى فايق وعندي نشاط وكمان اعرف يبقى عندي طاقه يعني. طب الافضل من سن كام البني ادم يبتدي بقى يروح الجيم ويبتدي ان هو يبقى في لياقه بدنيه كويسه؟ في ناس بتبدا متاخر شويه، وفي ناس بتبدا من بدري جدا، وفي ناس ما بتبداش خالص. تمام، فامتى السن المناسب ان حد يقول انا محتاج اروح دلوقتي للجيم؟ بصي، هو دلوقتي احنا بنمرن اطفال عندهم 5 و6 سنين، بس ده صحي؟ عادي يعني عضلاتهم تستحمل؟ بس اقول لك على حاجه، ما احنا قلنا في الاول انا ما اقدرش احكم على الشخص ان هو يتمرن مع ترينر، لكن في حالات لازم يتمرن مع ترينر. يعني لازم السن الصغير ده لازم يبقى مع مدرب. طب هو السن الصغير ده بيتمرن ليه في الجيم اصلا؟ بعلي الفتنس ليفل بتاعه والفلكسبيليتي بتاعته والموبيليتي بتاعته. لا، بشتغل على كذا جانب، مش بس عشان ابني له كتله عضليه. يعني زيه زي التمرين. هو بيتمرن اي لعبه رياضيه بالظبط زي الفتنس. هتلاقي التمارين اللي احنا بنديها في الجيم هي نفس التمارين اللي اي رياضه، حتى رياضه كره القدم او التنس، اي رياضه هتلاقيهم في عندهم قبل ما يبتدوا التمرين بتاعهم بيعملوا حاجات ليها علاقه بالفتنس اللي هي احنا اصلا اوريدي بنديها في الجيم. مظبوط مظبوط. طيب في اي انذار؟ يعني احنا عارفين طبعا الرياضه بتقي من امراض كتير جدا جدا. طب. ويمكن يعني في ناس ما تعرفش، بس هي يعني كل مشاكل العظم تقريبا بتبتدي لو انت ما بتتمرنيش. مظبوط. في مشاكل نفسيه بتحصل لو انت ما بتتمرنيش فبتؤدي الى مشاكل جسديه، يعني السايكولوجي والساينس بيقول كده بطريقه كبيره جدا. طب امتى يبقى عندي انذار انه انا لازم اروح اتمرن؟ بصي، انا دايما بقول للناس 4 مؤشرات لو حصلوا معايا لازم فورا ابتدي الجيم. عندي 2 منهم نفسي و2 منهم جسد. نفسي ان انا لما ابص على نفسي في المرايه ابقى مش حابب شكل جسمي، او في منطقه في جسمي مضايقاني، او ببتدي ان انا اقول على جسمي الفاظ او التشبيهات مش حلوه. الحاجه الثانيه لما الاقي نفسي ببتدي اقارن نفسي بجسم غيري، يعني ابص لا دي جسمها حلو، طب هي وصلت لده ازاي؟ دول انذارين مهمين جدا جدا نفسيا. الاثنين التانيين الجسديا، ان انا الاقي مفاصلي ابتدت توجعني وده مؤشر خطير، او ان انا ابتدى يبقى عندي مشكله في كتافي او في عظمي، شكل الهيكل بتاعي بقى مختلف. يعني الشكل بيبين، ده مؤشر. بقى عندي كتف اعلى من كتف، عندي انحناء، عندي راوند شولدر، رقبتي ابتدت تطلع لقدام شويه. كل دي مؤشرات مهمه. والحاجه الثانيه ان انا ابتدي الاقي نفسي من اقل مجهود بتعب، يعني اطلع 2 3 احس ان انا بنهج، مش قادره بالرغم ان انا سني صغير. دول مؤشرات مهمه قوي. اول ما احس ان انا، وده على فكره هتلاقي كل الناس بيحسوه، اول ما احس واحد منهم على الاقل لازم ابتدي العب رياضه. طبعا. طيب كم مره في الاسبوع انت شايفه ان ده مناسب؟ مش بس للمبتدئين، لكل الناس بشكل عام. في ناس عندها دراسه، ناس عندها شغل، ناس مزبوط. عندها يعني حاجات في اليوم ما بتقدرش ان هي كل يوم تروح الجيم، فشايف ايه انسب مواعيد للجيم مبدئيا، الصبح ولا بالليل، وكم مره في الاسبوع؟ بصي، انا مش هقدر اقول برضو ان مناسب ليكي تمرني 4 ايام، ممكن انت مناسب ليكي تمرني 5 او 3 ايام. فدايما بقول المناسب لظروفك انت، انت قادره بظروفك، لكن انا دايما بنصح الناس ان هي تلتزم بال يعني احط لنفسي ايام انا قادره ان انا التزم بيها. دي حاجه. تمام. بس العضل مش بيحتاج يستريح؟ يعني العضل طبعا بنحتاج نريحه برضو. احنا عشان يحصل عندنا استشفاء عضلي محتاجين اكتر من حاجه. اول حاجه واهمهم الاكل والنوم وشرب الميه. فانا لو عارف ان انا البي الاحتياجات دي كل يوم خلاص ما عنديش مشكله. بس طبعا اقصى حاجه عندي بتمرن 6 ايام في الاسبوع، واقل حاجه 3 ايام. اقصى حاجه 6 ايام. 6 ايام طبعا، يعني الراحه بتبقى يوم ده كفايه. يوم او يومين. لا، يوم او يومين لو انا النوم بتاعي مظبوط والاكل بتاعي مظبوط مفيش مشكله. طب شايفه الاحسن ايه للجسم، التمرين الصبح ولا التمرين بالليل؟ يعني في ناس بتتمرن قبل ما تفطر، دي اول حاجه بيعملوها ان هم بينزلوا يتمرنوا. بصي، هي بيبقى على حسب تعود الجسم. بس بيحصل عندي حالات اغماء كتير قوي لناس جايه تتمرن او هي مش واكله. فانا لازم انتبه لحاجه زي دي، فانا ابقى قاريه جسمي وابقى عارفه طبيعه جسمي. انا من الشخصيات اهو بتمرن بقالي سنين، انا ما اقدرش ابدا اتمرن وانا مش واكله، بتعب ومبقاش عندي طاقه. يعني بيفضل ان انا اكل حتى لو حاجه بسيطه وبعد كده اتمرن. صحيح. طيب في يا كابتن ناس كتير بيقولوا انا بتمرن بقالي كتير قوي بس مش حاسس بفرق في شكل جسمي، ده بيبقى دي من اكتر الحاجات اللي بسمعها. بصي، لو انا عارف ان انا بتمرن كويس قوي قوي وعامل اللي عليا في الجيم وفي الـ والحاجات التانية، النوم والكلام ده، يبقى انا عندي مشكله في الاكل.
ناس كتيره قوي بتفتكر يعني. خلينا برضو نرجع لنقطه النحافه اللي اتكلمنا عليها من شويه اللي هي كانت مشكلتي. النحافه من المشاكل اللي ناس كتيره بتواجهها ومش عارفه تتعامل معاها ازاي. فيقول لك انا باكل كتير قوي 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 وما بتخنش. لما تيجي تحسبي السعرات بتاعته تلاقي ان هو بياكل اصلا 800 سعره او 1000 سعره، مش سعرات تسمح له ان هو يزيد في الوزن. فلازم الاكل. وبرضو الناس اللي عايزه تخس، انا ما ينفعش اكون بخس وانا مش مظبط السعرات بتاعتي. فتلاقيهم بيتمرنوا على مدار سنين وما فيش وزنهم ما اتغيرش ولا شكل جسمهم. يبقى نرجع للنقطه الاساسيه ان الاكل مع التمرين. الاكل هو الاساس طبعا. يعني هو حد هيعمل طبعا، واي حد هيبقى عايز يعمل بلان لجسمه ولنفسه لازم يعمل بلان كدايت ورياضه. بالظبط، مش رياضه بس ومش دايت. ايوه، يعني انا ممكن يبقى في حد عايز يخس وحد عايز يتخن بيتمرنوا مع بعض على نفس الاجهزه نفس التمارين، لكن بيوصلوا لنتائج مختلفة. ليه؟ عشان هو الفيصل هو الاكل الدايت. طيب في بعض من الناس، مش هنقول طبعا اسامي اي حاجه، لكن طبعًا بياخدوا ادويه بتخسس جلسات او كده. شايفه الحاجات دي بما انك بقالك 5 أو 6 سنين في المجال بتاعك، اكيد انت عدى عليكي طبعًا ناس بتعمل ده، شايفه ده يعني صحي او شايفه بيساعد فعلا، ولا شايفه المفروض نبعد عنه خالص؟ بصي، نبعد عنه تماما. هو ليه مخاطر ومخاطر مش قليله. دايما الناس بتحب تروح للحاجه السهله وفي الاخر هيرجعوا تاني للرياضه وللاكل. طب انا من البدايه اروح، وكمان الناس بتفرح ان هي بتنزل في الوزن قوي، دي حاجه ما تفرحش. يعني لما تجيلي واحده تقول لي انا خسيت 10 كيلو مثلا في شهر وتبقى او اقل كمان، تبقى فرحانه قوي، وده مش حاجه تفرح. انت الوزن اللي خسيتيه بسرعه ده هتطلعيه تاني بسرعه، لان احنا هدفنا الاساسي ان انا انزل دهون مش انزل عضلات وميه. طبعا عشان كده الانبادي مهم، صح يا كوتش؟ يعني المفروض اي حد قبل ما يبدا تمرين يعمل انبادي، يشوف نسبه الدهون ونسبه الميه ونسبه الكتله العضليه. مظبوط، ويقدر يحدد من خلالها المدرب بتاعه. بالظبط، هي القياسات برضو اللي بناخدها بالمازوره بتبقى برضو مهمه قوي بالنسبه لي، لان ساعات مش دايما الانبادي بيبقى مظبوط ومحتاج شروط معينه تعمليها. محتاج تبقي قبلها مش واكله وتبقي صايمه وتبقي نايمه عدد ساعات معينه. فعلا فمحتاجه يعني تقريبا كله بيعمل انبادي من غير ما يبقى عارف المعلومه دي. طيب ايه اكتر غلطه انت بتشوفي الناس بتعملها، الناس طبعا اللي بتتمرن؟ بصي، خلينا لو هتكلم عن الستات اكتر، الستات بتلاقيها بتروح مركزه قوي قوي على الجزء اللي تحت وتهمل الجزء اللي فوق، وتلاقي الرجاله العكس. الرجاله طبعا يركزوا على اللي فوق، ده بيعمل مشاكل. الناس غير بقى الشكل، يعني خلينا اولا شكله ما بيبقاش حلو، احنا مفيش تناسق على كده. طبعا مفيش تناسق، بيعمل بقى مشاكل في عضلات الجسم، لان انا عندي العضلات دي بتبقى عامله زي الاساتك في جسمي. فانا عماله قوي استك قوي قوي واستك ضعيف، فبالتالي هيعمل لي مشاكل. وفي ناس بيحصل لهم مشاكل طبعا، المشاكل بتاعه الحوض، المشاكل بتاعه الظهر. مفيش عضلات قويه بالزبط، تحت او فوق يعني. بالظبط، فده دي من اكتر الحاجات اللي بشوفها للناس. موضوع النشويات، الناس تبطل النشويات خالص عشان تخس. دي من الافكار المغلوطه يعني، وده مش حقيقي. النشويات مصدر من مصادر الطاقه مهمه، لكن باخدها محسوبه يعني. طيب خليني كده يا كابتن وانا معاكي اروح لنادي الزمالك ناخد يعني لقطات حقيقه او بعض اللقطات اللي موجوده داخل نادي الزمالك من تسليم جوائز بطوله تنس الطاوله للقدرات الخاصه. خلينا كده نروح نشوف اللقطات دي واقول لك. يعني انا معاكي اهو، بصي اللقطات. طبعا دي تسليم الجوائز الخاصة بالإيفنت بتاع تنس الطاولة للقدرات الخاصة. طبعا يعني نادي زمالك مهتم جدا بيها، وكابتن حسين لبيب موجود بالفعل داخل النادي وداخل يعني بنشوف الفعاليات معانا على الشاشة دلوقتي. كابتن حسين لبيب أهو مع اللعيبة بيسلم الجوائز. طبعا يا كابتن كنا بنتكلم انا وانتي برضو عن الغلطات، احنا اتكلمنا على عدم تناسق شكل الجسم وموضوع الاكل طبعا وموضوع عدم الاهتمام. الناس فاكره برضو ان انا لما اتمرن كتير انا هخس، او اروح العب 3 أو 4 ساعات على المشايه او على العجله انا كده هخس اكتر. ودي معلومه غلط. انا بخس لما بعمل عجز في السعرات بتاعتي مع التمارين المقاومه مع الكارديو. صحيح. طيب ايه هو الوزن المثالي؟ يعني انا عارفه انه احنا بنحسبها على حسب الطول، صحيح؟
تمام. يعني بنحسب الطول وبنحسب بنقلل منه تقريبا يعني لو حد 165 بنقلل 10 من ال 65 يبقى المفروض 55، مظبوط ولا ده انا دي خرافه بالنسبه لي؟ لا انا بالنسبه لي خرافه، بالنسبه لناس كتيره دلوقتي الموضوع اتطور شويه ما بقاش في موضوع الوزن المثالي، لان انا ممكن يبقى وزني 100 كيلو بس انا عندي نسبه العضلات اكتر زياده قوي قوي، فانت اصلا تحسي ان ال 100 كيلو شكلهم حلو عليا. فالوزن المثالي بالنسبه لي هو الوزن اللي مريحني نفسيا ومش مأثر عليا صحيا، هو ده الوزن المثالي. بس زياده العضلات ممكن تأثر علينا؟ محدش هيزيد عضلات بشكل اوفر قوي قوي غير لو بياخد حاجه من بره. واحنا بنتكلم على المعدل الطبيعي. طبعا احنا بنتكلم على المعدل الطبيعي للست ومعدل الطبيعي للراجل. العضلات في الجسم بتدي شكل حلو، انا دايما بقول للناس ان انا عندي الكيلو العضلات شكله كده وكيلو الدهون شكله كده، هم كيلو وكيلو بس في الشكل ده شكله مختلف. اكبر من ده بالظبط، فبيديني لما بخس وبزيد عضلات بيديني شكل اشيك واحلى. صحيح، دي حقيقه. طيب عايزه بقى ارجع اتكلم معاكي على نقطه الصيف والشتاء، لانه احنا طول عمرنا فاهمين ان احنا بنخس في الصيف، وجت دراسات مؤخرا قالت انه الشتاء الجسم بيعمل مجهود كبير علشان درجه الحراره عشان يدفيني، فبيحرق من السعرات الحراريه الداخل الجسم. شايفه احنا بنخس اكتر في الشتاء ولا في الصيف؟ وشايفه ايه اسهل، ان انا اعمل جسم حلو وجسم صحي في الصيف ولا في الشتاء اسهل؟ بصي زي ما انت قلتي ان الشتاء بيبقى الحرق عندي اعلى، لكن انا اقدر استغل الصيف اكتر من الشتاء، لان انا ببقى نشيطه بتحرك اكتر، بيبقى جسمي ظاهر اكتر، فبالتالي بشتغل اكتر على جسمي، وان انا عايزه العب رياضه عشان اللي انا بوظته في الشتاء ما يبانش في الصيف. في الصيف ما بنبقاش جعانين قوي زي الشتاء، الشتاء طول ما احنا قاعدين عايزين ناكل وقاعدين بقى مكسلين في البيت، انما في الصيف ده ما بيحصلش، بنتجه اكتر للسوائل. فممكن استغل الصيف بان هو كده، فانا طبعا بس شايفه. انت عارفه الناس كلها بتقول احنا بنعمل الفورمه في الشتاء علشان الساحل وعلشان الصيف. لا بس دول بقى هو ده مظبوط، بس ده للشخص اللي فعلا بيلعب رياضه، اللي متعود بيلعب رياضه ففاهم يعني ايه انا عندي فتره ضخامه وفتره تنشيف، هو فاهم في ده. انما مش حد قاعد في البيت وبيقول انا بعمل فورمه يقعد ياكل. دي حقيقة. دي حقيقة. طيب ازاي اتجنب بقى مشاكل المفاصل من سن صغير، قبل ما طبعا يعني اكبر في السن؟ طبعا كل ما البني ادم بيكبر في السن اصعب ان هو يحل مشاكل المفاصل، فازاي اعالجها في سن صغير؟ بصي تعالي نقول اصلا ايه المؤشرات اللي لو حصلت عندي اعرف ان انا عندي مشكله في المفاصل ولازم اتجه ان انا اعالجها. اول حاجه انا عندي الطقطقه. في ناس وهي بتتحرك تلاقي المفاصل بتاعتهم بتطقطق. الحاجه الثانيه لو انا مش عارفه افرد ركبتي. وفي ناس انا كان عندي مشكله في وقت من الاوقات انا وانا بتحرك ركبتي اليمين ما بعرفش افردها خالص. الحاجه الثانيه ان انا عندي ورم او الم شديد قوي، ده لازم اتجه على طول لدكتور عشان يعالج لي المشكله دي، لان تفاقم المشاكل دي بيؤدي لا قدر الله العمليات، وتبقى مشاكل كبيره قوي ناس يعني بتستسهلها. طيب انا ازاي اتجنب المشاكل دي؟ انا عندي اي مفصل حواليه عضلات عشان يستحمل المفصل ده ويكمل معايا لاطول فتره ممكنه وهو صحي، لازم امرن العضلات اللي حوالين المفصل ده واقويها. طبعا فاحنا عندنا تمارين كتيره قوي بنعملها للركبه وللمفاصل بتاعتنا والكتف والقصه. صحيح. طب كوتش يعني تقدري تشرحي لي سريعا الفرق ما بين الموبيليتي والبيلاتيس، ويعني في تمرينات مختلفة تماما وفي كلاسز معينة بتحصل في داخل الجيم تبقى مختلفة، ازاي اقدر احدد انا محتاجة موبيليتي او انا محتاجة بيلاتيز او انا محتاجة سترينث؟ يعني كل كلاس فيهم بيشتغل على حاجة معينة في الجسم. مظبوط. ازاي بقى انا احدد انا محتاجة ايه؟ ومعلش يا كوتش يعني عايزاكي تشرحي سريعا كل حاجة فيهم. بصي انا مهم عندي ان انا اخد الفايدة من كل حاجة في جسمي، فانا عشان كده لما يعني انا مثلا واحدة اشتركت في الجيم معايا ترينر هو بيعمل لك في الجدول بتاعك ده، بيشتغل عندك على السترينث، بيشتغل عندك على الموبيليتي، ده مهم قوي. حتى لو انا ما فيش معايا ترينر انا اقدر في البيت اشتغل على الفلكسبيليتي والموبيليتي بتاعتي، لان زي ما قلنا ان دي حاجات متعلقه بالمفاصل بتاعتي فمهمه قوي قوي عندي حتى لو انا مش بلعب رياضه. مظبوط. اليوجا من الحاجات برضو ممكن نديها في النص كده. هل اليوجا مفيده فعلا للجسم ولا هي مجرد للعقل وان انا يعني اتامل وكده؟ هي ليها طبعا فوائد جسديه، وهي على فكره بتحرق
بتحرق دهون. الناس فاكره ان هي، واليوجا كمان عندي انواع. في يوجا انا مش متخصصه قوي في موضوع اليوجا الحقيقه، لكن اليوجا عندي انواع، لكن احنا ساعات بنعملها بناخد منها جزء بتاع الاسترتشات، ده بنعمله للناس بعد التمارين بتاعه المقاومه، لان ده مهم قوي عشان العضلات عندي لما بضغط عليها قوي واقعد اتمرن من غير ما اعمل لها استرتش ده بيعرضني للاصابه اكتر. صحيح. طيب عايزه اروح معاكي لنقطه، بما انك عانيتي من موضوع النحافه. طبعا احنا دايما الانظار كلها بتروح للسمنه ولمشاكل السمنه، وانه اي حد بنشوفه شويه عنده نوع من انواع السمنه نقول له لازم تروح الجيم، لازم تخس، وغلط على صحتك. النحافه برضو ليها اضرار. طبعا. ممكن تكلميني على اضرار النحافه؟ بصي، اضرار النحافه وانا هتكلم بقى من واقع خبرتي يعني. النحافه بالظبط، النحافه ليها اضرار نفسيه واضرار جسديه زيها زي السمنه. الشخص اللي عنده سمنه غير ان هي مأثره على مفاصله وعلى صحته، برضه النحافه بتاثر على نفسيه الشخص وعلى صحته، لان هو في الغالب بيبقى عنده انيميا، ما بيعرفش ياكل. دايما الشخص يا جماعه النحيف بيبقى ما بيجوعش اصلا. فدايما بنصح الناس يقول لك ايه، كلي، زودي اكل. طب ما انا مش عارفه اكل، انا ما بحسش بالجوع. بالجوع صحيح. اعمل ايه؟ والمعده دايما بتصغر مع الوقت كمان. بالظبط. انا دايما بشتغل مع الناس بقول لو انت بتاخدي وجبه واحده في اليوم ما عنديش مشكله، زوديها وجبه وسناك. لو انا باخد وجبه وسناك ازودها وجبتين وسناك، وهكذا. افضل ازود لغايه ما اوصل لخمس وجبات او اربع وجبات عشان اعود المعده بتاعتي ان هي تشتغل. النقطه الثانيه مهمه جدا، ان انا كل ساعتين لازم اكل حاجه حتى لو حاجه بسيطه. ليه؟ عشان اقلل الحرق بتاعي واعود جسمي ان انا كل شويه بدخل لك اكل. في بقى مشروب انا هقوله للناس، يعني جهزوا كده ورقه وقلم. مشروب دايما الناس اللي عايزه تزيد في الوزن، هو مشروب صحي وكمان فيه سعرات عاليه قوي. المشروب ده عباره عن، انا هقول الارقام بس انتوا براحتكم، بس انا هتكلم عن السعرات العاليه بتاعته. احنا بنعمل 300 جرام او 300 مللي لبن، حليب كامل الدسم، بعمل 100 جرام شوفان، وبعمل ممكن احط بروتين، ما عنديش بروتين مفيش مشكله خلاص، بحط موز او اي فاكهه عندي، عايزه احط موز، عايزه احط تمر، احط اي فاكهه انا متقبلها. ماشي. ال 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 وممكن احط مكسرات. ماشي، يعني مكسرات، لبن، شوفان، وبروتين لو موجود، لو مش موجود فاكهه. مظبوط. صح كده؟ مظبوط. تمام. ده بيبقى فيه سعرات عاليه قوي، وباخده مرتين، مره الصبح ومره بالليل. ده بيعلي قوي قوي الوزن بتاعي، خلال شهر احس بفرق جامد قوي الجسم. ومش مضر يعني، كلها كمان طبعاً حاجات طبيعيه، ما فيهاش اي حاجه مضره. طب في مشروب بقى للي عايز يخس؟ بصي، ما فيش حاجه بتخسس عشان ما حدش يضحك على الناس، لكن حاجات بتنزل الميه مثلا في الجسم. في حاجات بتنزل الميه، في انا دايما بنصح الناس تشرب العصير الاخضر. اولا هو مفيد جدا وبيساعد على تغذيه البشره. العصير الاخضر، العصير الاخضر بيبقى عباره عن كرافس وبقدونس. ممكن احط ليمون، جنزبيل، برتقان، اي حاجه تفاح اخضر، بس انا عندي الاساسيين الكرافس والبقدونس والليمون. ممكن الجنزبيل ممكن اساسي او اضافه عادي، ده مهم جدا بالنسبه لي. تمام. طيب احنا دلوقتي قاعدين انا وانتي، طبعا شايفه قعدتنا عامله ازاي. في بعض من الناس او كتير قوي بيعانوا من انحناء في الظهر بسبب قعدتهم في الشغل مده طويله، نوع شغلهم متعب شويه، فبيضطر يبقى في انحناء في الظهر دايما. شايفه ازاي نعالج ده للناس اللي مش هتعرف تروح الجيم؟ ممكن يعملوا تمرينات في البيت تعالج شويه من انحناء الظهر؟ طبعا اول ما احس ان انا ابتدى كتفي يطلع لقدام، او ابتديت ان انا دايما ببص للموبايل بالشكل ده وبنزل لتحت، لازم اخد بالي ان انا ابتدت عضلات رقبتي وظهري تبقى ضعيفه، فلازم اقويها. في تمارين بنعملها في البيت عادي جدا واحنا قاعدين، في تمارين بعملها على المكتب وانا قاعد، دي تمارين بتقوي عضلات ظهري، هي موجوده على اليوتيوب وموجوده على الصفحات، يعني المدربين، موجوده عندي، ممكن الناس تدخل تشوفها، تبقى مفيده جدا جدا. انا كان عندي كده تمرين على السوشيال ميديا، عايز اسالك عليه بقى تقولي لي ده صح ولا لا. في ناس بتجيب عصايه، ممكن تكون عصايه اي حاجه في البيت عادي، وبيحطوها على ظهرهم ويزقوا الظهر لقدام ويمشوا بيها كده شويه. بصي، هي دي هتعودني، انا فاهمه قصدك، هي دي هتعودني ان انا يبقى ظهري على مفروض طول. لكن انا ما قويتش برده العضله. انا عندي لوح الكتف بتاعي فيه اربع عضلات، محتاجه الاربع عضلات اشتغل عليهم عشان هم المسؤولين عن ان انا ظهري يتشد لورا. مظبوط مظبوط. لكن ده مش بيقوي العضلات. هيقوي العضلات لكن ما اقدرش اعتمد عليه كتمرين واحد. تمام. تمام. طيب لو هروح معاكي بقى للوجبات الغذائيه خلال اليوم، احنا بنتكلم على الجسم الصحي اللي بيتمرن. عارفه انه محتاجه تكون ست وجبات. لا ماشي.
مش ستة؟ ما على حسب. انا كام في اليوم؟ يعني اللي انا عارفاه ان احنا المفروض نقسم السعرات ايا كان هي ايه على 6 وجبات، انه الجسم يدخل له 6 وجبات في اليوم، ده صحيح ولا لا؟ بصي انا السعرات بتاعتي ممكن اقسمها على 6 وجبات، على 3 وجبات، على حسب اللايف ستايل بتاعي. انا ممكن اقول لشخص اقسمها على 6 وجبات وهو ظروفه لا تسمح ان يقسم، ما عندوش الوقت ان هو يقسم على 6 وجبات، فممكن عادي ناخدها على 3 وجبات، لكن انا بهتم قوي بموضوع السعرات بتاعتي. دي حقيقة، يعني هي السعرات دي أهم حاجة في النظام الغذائي بتاعي. مزبوط. يعني حقيقة كوتش أنت نورتيني وجد الوقت جري، وطبعا كلامك مفيد جدا، وأتمنى أن يعني المشاهدين كلهم يكونوا سمعوا كلام وخدوا كده الوصفة بتاعتك دي في ورقة وقلم، إن شاء الله نجربها وأقولك. وبجد بشكرك جدا جدا لوجودك معايا النهاردة، نورتيني. يعني بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، كانت معايا كابتن درية نادر مدربة اللياقة البدنية، كلام مهم جدا بيخص أكيد كل الناس بجميع الأعمار، ومحتاجة يعني الناس بطلب منهم أنهم يتفرجوا على الحلقة دي، كانت بجد فقرة يعني خاصة جدا ومميزة جدا مع كابتن درية نادر. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من نهارك أبيض.